السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة المرسلات الجزء الثالث على بركة الله. إذا المفيد في التربية الإسلامية هذه الصفحة وهذه. لا تنسوا الاشتراك في القناة الثانية، ادعمونا فضلا وليس أمرا. في يوم الفصل يفترق الناس إلى فريقين، يعني في يوم القيامة يفترق الناس إلى فريقين، فما هما وما جزاء كل ما جزاء كل فريق؟ المؤمنون، إذا الفريقين هما المؤمنون الصالحون والكفار المكذبون. المؤمنون الصالحون والكفار المكذبون، ما جزاء كل فريق؟ فريق في الجنة وفريق في النار. إذن أستمع وأنصت بعد قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. استمع بتركيز لنطقي. فيعتذرون، مجرمون. نركز على الراء، فالراء ترقق هنا لأن قبلها كسر لازم أو مسبوقة بكسر، هنا هي اللي مكسورة. إذا كانت مكسورة أو مسبوقة بكسر تقرأ مرققة. نقول فيعتذرون، رون ما نقولش رون. فيعتذرون، مجرمون. أستخلص أن حرف الراء ينطق مرققا إذا كان مكسورا أو مسبوقا بكسر. نعم، إذن هنا جاوبنا. إذا أبحث في معجمي الصغير صفحة 92 بالنسبة لهذا الجزء، هاي صفحة 92 فيها غير كيد يعني نوع من الاحتيال، حديث يعني كتاب الله. أنا جبت لكم هذه من كتاب آخر في هذا الشرح. هذا يوم لا ينطقون، في هذا اليوم لا يستطيع المكذبون الكلام أو الدفاع عن أنفسهم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يأذن الله لهم في الكلام ولا يقبل منهم عذرا. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، في يوم القضاء يجمع الله كل الخلائق فيفصل بينهم بحكمه. فإن كان لكم كيد فكيدون، إذا كان لكم أيها المكذبون حيلة تنجيكم من العذاب فأنقذوا أنفسكم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، كانوا إذا قيل لهم في الدنيا صلوا لله امتنعوا. إذا قيل لهم اركعوا يعني إذا قيل لهم صلوا. إذا أستخلص مصير المكذبين المتقين من الآيات. إذا مصير المؤمنين الجنة وما فيها من نعيم، وجزاء الكافرين المكذبين النار وما فيها من عذاب أليم.
صافي، أعبر ذلك عن ذلك بأسلوب، احنا عبرنا ولكن نزيدو. إذا سيعد الله للمتقين جنة نعيم فيها ظلال وعيون وفواكه مما تشتهي الأنفس، وأعد للكفار النار وعذابها والذل والمهانة. صافي يلا نقول. نمر. يطلب بعض المتعلمين من زملائهم استحضار أو استظهار الآيات المرتلة أصف مواقف الذل التي يتعرض لها المجرمون يوم القيامة. إذا من بعض مظاهر الذل أن المكذبين المجرمين لا يستطيع المكذبون في هذا اليوم الكلام والدفاع عن أنفسهم، ويطلبون الإذن في الكلام فلا يأذن لهم الله تعالى ولا يقبل أعذارهم. اش كيكون يقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صافي نمر. يقول الله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أستخرج من الآيات أحوال المتقين وأحوال المجرمين. إذا وجوه المتقين يومئذ حسنة ناعمة مشرقة، يعني ناظرة إلى ربها ناظرة، ترى خالقها وتتمتع بالنظر إليه سبحانه. وجوه يومئذ باسرة، ووجوه المجرمين عابسة سوداء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ووجوه المجرمين عابسة سوداء تظن أن الله سينزل بها مصيبة عظيمة. إذا فهي في رعب، ويعم وجههم السواد والكحالة. نعم. أستخلص من الآيات الكريمة تعنت المكذبين وما عاناه رسول الله. هذا الدرس هذا غادي نشدو هاد الشويه اللي قلنا في المرسلات، ونرجعوا للدرس ديال سميتو صبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى، ونكتبوا منه صافي. وعزيز قدرة الترتيب، استماع إلى قارئ وأحاكي تلاوته، وصلوا على رسول الله.